مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. والحقيقه يمكن اكتر حاجه كان نفسي فيها من قبل مباراه الاهلي وبيراميدز اني ما اطلعش اقول الكلمتين اللي بقولهم دلوقتي، واللي انا واحمد يمكن كنا بنتكلم قبل كده على انه نفسنا ما نبقاش بنتكلم على اخطاء تحكيميه. ما كانش نفسي ابدا ارجع واطلع على الهوا تاني واقول تاني ان في نقط ضاعت من النادي الاهلي بسبب ظلم تحكيمي تاني وتالت ورابع. لحد امتى هنفضل ندفع ثمن الاخطاء التحكيميه؟ يعني في مباراه زي امبارح كان فين الفار؟ كان فين الفار وفين حكم الفار؟ لو قلنا فعلا انه في الحكم ما كانش واقف بشكل صحيح في ضربه جزاء محمد شريف اللي كلنا اجمعنا وكل خبراء التحكيم اجمعوا في مصر وخارج مصر انه دي ضربه جزاء صحيحه 100%، ما كانش واقف في المكان الصحيح، ما رجعش ليه للفار؟ ليه حكم الفار ما كلموش او استدعاه وانه يقدر يشوف اللقطه دي من كذا زاويه وكذا مره يقدر يعيدها ويشوفها؟ ليه اديتونا احساس، اديتوا للي بيتفرج احساس انه كان في نيه مسبقه ان النادي الاهلي ما تحسبلوش اي حاجه وما ياخدش حقه في المباراه؟ ليه اللي قاعد بيتفرج حس الاحساس ده؟ يا عم سيبك بقى، ما كانك ما شفتش حاجه، ما تكلمنيش، ما تقوليش، كان في اتفاق قبل المباراه. ليه الناس حست طبعا ده؟ يعني انا بنقل وجهه نظر الناس وصوت جماهير النادي الأهلي. ليه حسستونا إنه دي حاجة متعمدة؟ ليه؟ يعني كل في علامات استفهام كتير قوي على النقط الكتير اللي ضايع من النادي الاهلي. احنا بنتكلم على 6 نقط، مفيش نادي تاني على الحقيقه ضايع منه 6 نقط ظلم تحكيمي بالشكل ده، سواء بقى ضربه جزاء بايكم في مباراه دجله او مباراه البنك الاهلي اللي فيها نقطتين، وادي مباراه بيراميدز برضو بنقطتين، هدف صحيح لبواليا وضربه جزاء طبعا ما اتحسبتش لمحمد شريف. كل دي علامات استفهام كتيره جدا تخلينا مش قادرين نفهم ليه الحكام بيعملوا نفسهم مش شايفين اللي بيحصل في الملعب والحق بتاع النادي الاهلي. الحقيقه في حاله غضب وسخط كبيره قوي من جماهير النادي الاهلي على المنظومه الكرويه كلها، يعني من امبارح، ومش من امبارح بس، من قبل كده، بس امبارح الموضوع زاد كتير جدا. في حاله غضب كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، والحقيقه ان معاداه جماهير النادي الاهلي مش في مصلحة حد، لا في مصلحة اتحاد كورة ولا في مصلحة لجنة الحكام. واحنا مش بنطلب ان حد يبقى منحاز لينا او ان احنا ناخد حق مش حقنا، احنا ابسط حاجة عايزينها هي العدالة التحكيمية.